تخفيف لحدة الصراع أم تغير في قواعد الحرب؟ سؤال يفرض نفسه على التطورات المتسارعة في الحدود السعودية اليمنية. فالسعودية قررت وفق مصادر عسكرية خفض عملياتها داخل المناطق الحدودية اليمنية. وأفادت المصادر لقناة بلقيس بأن تعميماً وجه إلى قادة المحاور والألوية المتواجدة على الشريط الحدودي بوقف إطلاق النار. ونص التعميم السعودي على توخي الحذر عند الرد على مصادر النيران الحوثية بقدر الحاجة وبشكل محدود. تعليق العمليات القتالية السعودية ضد ميليشيا الحوثي بدأ سريانو بحسب المصادر الثلاثاء الماضي، وهو ما يفسر بالمقابل توقف الهجمات الصاروخية الحوثية على الأماكن الاستراتيجية للمملكة التي تشهد حدودها هدوءً نسبياً. ما الذي يجري على الحدود اليمنية السعودية؟ بالنسبة لدبلوماسيين غربيين فإن الرياض تريد الاستفادة من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات بصياغة اتفاق آخر مع الحوثيين الموالين لإيران باتجاه حل سياسي عام يوقف الحرب التي أضحت تستنزف طاقة السعودية وقدراتها. لكن هل هذه الاتفاقات التي تجريها السعودية في اليمن ستقود إلى تسوية نهائية شاملة تنهي الحرب؟ يشكك محللون غربيون في ذلك، فمجموعة الأزمات الدولية ترى أن هذه التسوية قد تصبح في إطار الممكن إذا ما نجحت الخطوات السعودية في إيقاف الهجمات الحوثية، إلا أن الأمر مرهون أيضاً بمدى نجاح الرياض في إنجاح التسوية بين الحكومة والانتقالي والتي تبدو حتى الآن هشة، وهو ما ينبئ بأن الطريق إلى السلام اليمني لا يزال طويلاً وصعباً، خصوصاً وأن هذه الاتفاقات السعودية لا تنال ثقة أغلب اليمنيين.